البقسماط لمرضى السكر، ومش بس لمرضى السكر، بقول انا الوصفات دي كلها هايله للناس اللي عايزه حاجه صحيه، يعني الحاجات اللي قمح كامل، شوفان، كل ده حلو جدا لامراض كتيره قوي، يعني الناس اللي عندها مشكله كوليسترول هايل جدا. ف يعني احنا ناخد الحاجات دي للصحه العامه، مش بس مريض السكر اللي ياخد الوصفات دي. هقول لكم على وصفه البقسماط اللي هي مناسبه جدا لمريض السكر. معانا نص كوبايه ميه دافيه، نازل الوصفه، ايوه، ومعلقه صغيره خميره، معلقه صغيره عسل ابيض، في الحاله دي كميه صغيره قوي على كل الكم الباقي فمش هتعمل مشكله، ربع كوبايه زيت عباد الشمس، معلقتين كبار لبن بودره، كوبايه شوفان مجروش ناعم، يعني 90 جرام، بس يكون مجروش ناعم هنا بقى عشان يلم معايا، البقسماط بيفتت جدا او يقطع معاكم لو مش دي مش مجروشه ناعم. معانا كوبايه دقيق اسمر، يعني 120 جرام او اكتر حسب الاحتياج، علشان ممكن نحتاج اكتر، لان الدقيق الاسمر برضو في انواع منه، دايما الدقيق لازم كل واحد يظبط حسب النوع الدقيق اللي معاه. ملح، ومعانا معلقتين كبار سمسم، جوه الوصفه بتدي طعم حلو، او لو عايزين تحطوا معلقتين كبار بذر الكتان، او لو عايزين تحطوا حبه بركه او جنين قمح او سمسم، الحاجات اللي كلها اضافيه انا هي قدامكم، ممكن تزودوها علشان دي كلها اضافات مفيده، لكن انا شايلاها من الوصفه نفسها علشان محدش يقول انا مش عارف اعمل وصفه علشان ما عنديش الحاجات دي، لا دي اضافات لقيتوها يا ريت تحطوها يبقى افضل كتير جدا. طيب هنعمل بقى دلوقتي، نعجن المكونات دي مع بعض. هنحط اول حاجه الميه الدافيه، تكون دافيه زي دمعه العين، عليها الخميره، عليها معلقة العسل الصغيرة. لازم الخميرة تبقى في بيئة دافية، ولازم يبقى في حاجة تتغذى منها سكريات. هنزل عليهم بقى أول حاجة زي ما دايما بنعمل، شوية من الدقيق أهو، وأقلب كويس جدا، تبقى عاملة زي عجينة الزلابية معايا. ليه بقى؟ علشان أطمن إن الخميرة شغالة معايا فعلا، لاني هستنى دلوقتي بعد ما اعمل القصة دي، نستنى حوالي 10 دقايق ربع ساعة نتأكد ان الخميرة شغالة معانا. بعد كده الاقيها عملت هوا كده يبقى شغالة حلو، ابتدي اضيف بقية المكونات. يبقى احط اللبن البودرة، هما مش كتير لبن البودرة، يعني ممكن يبقى عادي مش لازم خالي الدسم. معايا الزيت، ومعايا السمسم، الملح ما ننساهوش، وبحط بقيه الدقيق وبقيه الشوفان، وبعد كده بسيبها المفروض تخمر مره كمان، بسيبها حوالي نص ساعه، مش محتاجه اكتر. بعد كده لما هشتغل بيها بقى هبتدي بقى ان انا بعد ما اعملهم ابرمهم وخلاص مجهزاهم على الصينيه، لازم اسيبهم يخمروا تاني نص ساعه، علشان الـ دايما الدقيق الاسمر بياخد وقت شويه في انه يخمر، فبديله وقته. بعد كده بندهنه وندخله الفرن. هنكمل مع بعض كل الخطوات دي دلوقتي ان شاء الله. وهو الايه الشوفان معانا تليفون. بصوا بقى انا بس عايزه اوريكم، بعد ما بسيبه يخمر ببتدي بقى ان انا اروح، هو بيقطع شويه لان ده طبعا كله الياف، لكن ان شاء الله هتلاقوا انها هتظبط معاكم ان شاء الله، بس واحده واحده كده. بصوا بنعمله رفيع على قد ما نقدر. ليه بقى؟ لان البقسماط بينفخ لسه وبيكبر معانا، شايفين اهي، تبقى الرفع ده علشان لما هتنفخ معانا، لما هتنفخ معانا مش عايزاها تنفخ كتير، يعني بصوا مثلا الرفع ده او ده حلو حسب انتوا عايزين ايه. ده مثلا اطخن، دي تخينه، في
في ممكن تعملوه اضخم من كده، بس هو البقسماط بيبقى حلو لما بيبقى مقرمش، بس دي حسب ما تحبه. بس انا هبتدي دول ارصهم كده، باخدها واروح رصاها على الصينيه بالشكل ده والطول اللي انتوا عايزينه. بس خلوا بالكم هي برده بتتكسر بسهوله لما بتتحمص. هرصهم جنب بعض، هيتخمروا تاني، لازم يتخمروا، بس احط عليهم كيس نايلون كده واسيبه يخمر. بعد كده ببيضه ادهن وارش الوش بسمسم او حبه البركه او اي حاجه انتوا عايزينها، شوفان حلو جدا. خلاص، ويخش الفرن على نار هاديه على 160. انا عايزاه يتحمص، انا مش عايزاه يستوي ويغمق وخلاص، لا، يخش على نار هاديه 160 170. ولما لو خد لون ولسه ما خدش القرمشه اللي انا عايزاها، بطفي الفرن واسيبهم جوه ياخدوا القرمشه. ما خدوش القرمشه لسه، اعلي اشغل الفرن تاني على نار هاديه واسيبهم تاني عشان القرمشه الصح. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ بعد ما يكون خلاص اخد تخميرته حلو معانا، هنبتدي بقى ندهنه ببيض. ليه بقى؟ علشان نعرف نلزق عليه السمسم، حبه البركه اللي انتوا عايزينه. اهو عندنا، ممكن تاخد في، هحط ايدي في البيض، نحط كده البيض اهو ونرش على كل حاجه حاجه مختلفه عشان يبقى شفنا كل واحد يقدر يعملها ازاي في البيت. اهم حاجه تعملوه رفيع لو عايزينه رفيع بعد كده، لان هو لما بيخمر بيكبر ويبقى بالطول، يعني واخد شكل مستقيم، لان لو حطيتوه معوج او اي حاجه هو هياخد الشكل اللي انتوا حاطين عليه، في تقويصه في حاجه هيطلع معاكم بالشكل اللي انتوا حاطين عليه او دخلتوه الفرن على شكله. نحط بقى مثلا هنا شويه من الشوفان، نحط هنا شويه من بذر الكتان، بذر الكتان هايل 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 عموما للناس كمان اللي عندها مشاكل امساك، بس لازم ناكله، يبقى يعني ناكله كويس في بقنا عشان نطحنه، يا نحطه في الحاجه مطحون احسن علشان ايه الجسم يعرف يستفاد منه احسن.